الحل أول شيء اليوم باجتماع باللقاء التشاوري مع رئيس الحكومة والوزراء بيناتهم بياخذوا موقف أنه هيدي المراسيم بتروح على التقطيع وعلى الكب، وأي مرسوم تاني بينعمل جوال. أنت بتعرف أنه ما رح ياخذوا هالموقف، هذا شأنهم. أنا عم بقول الحل، أنت عم تقولي لي الحل. ممكن إنه ما يشاركوا بجلسات مقبلة، هي مش رح تنعرض، مش رح يعني ما رح تنعمل، لأنه حتى الرئيس مئاتي صار حريص إنه ما يعقد هيك جلسة. بس إنه ما بعرف إذا حريص، بس إنه تفكروا إنه يقدر إنه الحزب يوقف مع فكرة. أنت سألتيني عن الحل، أنا عم بقول لك هيدا الحل. عم لا اللي ما بيعجبه هيدا الحل بيكون راح إلى اللا حل. هل قد؟ أوكي. أنت عم تقولي لي شو الحل؟ أنا عم أقول لك هيك، بس عم أقول لك إنه إذا ما صار اثنين بدهم يقولوا إنه ما في مرسوم بيطلع بالنصف زائد واحد، واضح هذا الشيء. يعني بدك إياهم يترجعوا عن رأيهم. إيه أكيد، طالما هذا رأي اجتهاد دستوري، نحن اجتهاد الأقوى بحسب النص بأنه مجتمع، والمجتمع عم بتعني الكل، ما بتعني النصف زائد واحد. وبعدين رجوع عن الخطأ فضيلي، ليش نحن بدنا نعتبر أنه هذا الموضوع إذا واحد تراجع أو انتبه لتقييم معين؟ كتير مرات بمجلس النواب هني ونحن وغيرنا بيكون طارح موضوع بيرجع بيقول أنا بناء على معطيات أو ظروف أو 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 أنا بسحب هيدا الملف أو بطرحه بصيغة تانية. ليش بتكون إنه حزب الله عطول يراعي لكم مصالحكم وشعوركم ومواقفكم وما بتراعوا له أنتوا نحن ولا مرة مصلحته يعني. لا بالعكس. أو ما بتراعوا له ظرفه أو دقة ظرفه ليه؟ لا خليني لك هلا، انت بدك ياني عم تقولي لك بدك تقب على هالموضوع؟ لا خليني لك شغله. ايه نحن لا بلا، نحن مراعيين كثير ظروف عنده. نحن مراعيين انه معركه مكافحه الفساد اللي ما قدر نخرط فيها مثل ما لازم لاعتبارات داخليه بتخصه بالتوافق الثنائي اللي عنده ضمن الطائفه الشيعيه، ومرات اولويه المقاومه وحربه الخارجيه، نحن قدرناها وكانت على حسابنا هذا الموضوع. فلا بلا نحن مقدرين كثير هذا الموضوع، فبكفي هذا هالقد انه معركه بناء الدوله ان هالقد تاخرت، هالقد تاخرت ونحن حاكيين فيها خليني اقول من 15 سنه. إيه لا تاخرت كثير، ورعاينا ظروف عنده فيها مرقت فتره سنتين او ثلاثه او اربعه، استهدافه بالمباشره وتطويقه والحرب اللي انعملت بتموز وكل هيدي الاخبار بوقتها كان واضح الاستهداف المباشر له. بالطبع بالنسبه لنا بدون اي جميله، على كل حال كانت الاولويه انه نكون ما ربحتوا جميله لشبعتوا، شو من دون اي جميله يعني لحتى يوصلوا لمحل يقولوا ما تمننونا، يعني طفح الكيل معهم لفوق. بس سمع خليني اقول لك، بدنا نميز، نحن بدنا نميز بين الموقف الرسمي عند المسؤولين عنا وبين اوكي السوشيال ميديا. ما اليوم لا انا ولا انت ولا حدا في يضبط السوشيال ميديا ولا حدا في يضبط، ونحن بنعمل توجه. لا انتبه، وجهه نظر ارضيه الفريقين. لا خليني اقول لك، ارضيه الفريق اللي عنا اعتبرت حالها انأذيت كثير وما كان لازم هالقد نطول بالنا. أبعد من بس نحن اعتبرت حالا خانت وانطعنت. هلا عم نحكي على هلا، بس انا عم بقول لك بالمرحله كلها سوا، اي كان في عندنا جو بمطرحه من المطارح وكنا على طول نعمل جهد ونحكي مع الناس انه لا في مهم وفي اهم وفي اولويات وفي استهداف بقاء وطن او في استفراد بجزء من شعبه هذا الموضوع، وبالاخر الناس بتقبل يعني بس تحكيها بالمنطق وبالوعي الوطني والحس الوطني. بس بنفس الوقت اللي عم يسمعك بس هلا اليوم، استاذ جورج، بس اليوم معلي خليني مرق هالشغله. بنفس الوقت اللي عم يسمعك هلا عم تقول انه ايه دفعنا ثمن انه ما قدرنا رحنا بعيدا بموضوع مكافحه الفساد وهذا، وقلت دفعنا ثمن بانه ما قدرنا رحنا بعيدا بموضوع بناء الدوله ومشروع بناء الدوله يلي هو هودي بندين اساسيين من تفاهم مرخايل. صحيح. يعني عمل على كل حال طيب، بس يلي عم يسمعك استاذ جورج بيقول لك انه شو دفعت، يعني صحيح دفعت بس عبطت كثير بالمقابل، يعني ما قصر معك حزب الله بولا اي موقف من المواقف يلي حطيت فيها، ما قصر معك بولا اي وقف الى جانبك للاخر. نحن وقفنا يعني عن قناعه، يعني العمليه متبادله، يعني متبادله، ما فيك لا انت تمنن ولا هو يمنن. عظيمه، مشان هيك انا قلت لك رفضت حتى اي حدا من جمهورنا بده يمنن، نحن مش عم نمنن، عملنا مواقفنا عن قناعه. بس انا اللي بدي اقول لك اياه انه ما يتعلق خليني اقول بالشكوى من قبلنا بموضوع مكافحه الفساد وبناء الدوله مش شيء مستجد. إذا بتتذكري
إذا بتتذكري الخطاب الأخير أو الكلمة الأخيرة لأمين عام الحزب قبل الانتخابات 2018 بحكيكي من 4 سنين ونص، يومتها قال أنه نحن بنعرف هيدي الهواجس وسنعتبر هذا الملف هو ملفنا الرئيسي بعد الانتخابات 2018. صحيح، وطلع عمل كل المجهود اللي عمله النائب حسن فضل الله، وآخر شيء طلع صرح قال اصطدمنا بحائط، اصطدمنا بالقضاء.